وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من مرسين رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار السيد غزوان قرنفل. مرحبا بك معنا سيد غزوان. مرحبا بك سيدي. الأمم المتحدة تقول أن 100 مدني قتلوا نتيجة قصف نظام الأسد خلال الأيام العشر الماضية، بماذا تفسر هذا العدوان الوحشي على مناطق ما يسمى بخفض التصعيد في الأيام الماضية؟ يعني فكرة خفض التصعيد طواها الزمن حقيقة، ثم أنه عدد الضحايا تجاوز هذا الرقم بكثير. الحملة العسكرية الجوية اللي عم تستهدف مناطق إدلب وريفة مستمرة ليلا ونهارا كما ورد في تقريركم، لا يتوقف الطيران عن استهداف المدنيين ولا عن استهداف المراكز الحيوية ولا المرافق الصحية، وكل يفترض أنها بنظر القانون الدولي يعني أعيان محمية، ويتعين عدم استهدافها أصلا في الصراعات المسلحة، ويمثل استهدافها جريمة حرب. لكن بكل أسف يعني عندما تستباح حياة المدنيين لا يبقى قيمة للأعيان المحمية أصلا. بالتالي يعني تجاهل المجتمع الدولي لما يحصل في سوريا أصلا وفي الحملة الأخيرة على مناطق إدلب وريفة يشي حقيقة بأنه هناك توافق دولي على عدم ترحيل هذا النظام وعلى تكريس المشروع الإيراني في سوريا. وسبق عبر قناتكم الموقرة أن قلت في إحدى مداخلاتي أن المقاولة السورية رست أيضا على إيران، ومن قبل يعني وبرعاية الولايات المتحدة، لأنه لا يعقل ومن غير المنطقي تقبل فكرة أن تسيطر إيران على مضيق هرمز وعلى مضيق باب المندب وتتمدد في اليمن وفي لبنان وفي العراق وفي سوريا وميليشياتها يعني ترتع هنا وهناك وتحت نظر الولايات المتحدة التي تزعم افتراء أنها تحارب المشروع والمد الفارسي في تلك المنطقة. باعتقادي هناك رعاية دولية لهذا المشروع وحماية دولية. وهل يعد صمت المجتمع الدولي عن الجرائم المرتكبة جزءا من هذه الرعاية والتواطؤ الدولي باعتقادكم؟ تماما. تلك الجرائم يقصد بها أولا يعني إكراه الناس على الرحيل من تلك المناطق لإحلال مجتمعات. يعني سبق أنه يعني حكينا بفكرة أنه بدلا من ترحيل النظام تم ترحيل الشعب السوري، يعني لإحلال مجتمع بديل عن هذا المجتمع يبدو في نظر السلطة السورية أكثر تجانسا وأكثر طواعية للمصالح الغربية في تلك المنطقة. وبالتالي يعني المطلوب هو تهجير السوريون السنة تحديدا من هذه بأكبر عدد ممكن لإحداث توازنات معينة في تلك المنطقة، والتي يقصد من حيث النتيجة والمآل إلى تقسيمها إلى كانتونات، لا عودة إلى نظام مركزي إلا تحت سطوة الأسد إن أتيح له ذلك. الأمم المتحدة قالت أن المجتمع الدولي غير مبالي بما يجري في إدلب، هل هذا دفع النظام وحليفه الروسي للتمادي في قصف المدنيين؟ بطبيعة الحال يعني التصريح اللي بيصدر عن الأمم المتحدة هو تأكيد على حالة الإفلاس اللي تعاني منها تلك المؤسسة الدولية، وهي في النتيجة انعكاس لأدوات القوة والمصالح في مجلس الأمن. هذا المجلس اللي تم تعطيل وظيفته الأساسية اللي هي حماية المدنيين وحماية السلم والأمن الدوليين، الحقيقة يبدو أنه هو الراعي لعملية ذبح المدنيين السوريين، إما من خلال الفعل بالقصف والاستهداف الروسي أو من خلال الامتناع عن الفعل وعدم إسباق حماية على المدنيين السوريين اللي عم تمارسوا الولايات المتحدة عبر سياسة غض الطرف وتوزيع الأدوار ما بين روسيا والولايات المتحدة. برأيكم هل هناك إمكانية للإسراع في العملية
التركية أو تقوم تركيا بالإسراع في عملياتها لإنشاء المنطقة الآمنة في الشمال السوري، هل الأحداث الحالية في سوريا تدفعها إلى ذلك؟ يعني بتصوري من غير المسموح لتركيا أنه تحصل على المنطقة الآمنة التي تسعى إليها إلا إن حصل وفق شروط ومحددات تضعها الولايات المتحدة الأمريكية. لن تتخلى الولايات المتحدة الأمريكية في المدى المنظور على الأقل عن حليفة اللي هو قسد في تلك المناطق، وهي تسعى لتأسيس كيان خاص بهذه الجهة، وبالتالي يعني الضغط أيضا على تركيا لتعديل سياساتها ومواقفها من خلال هذا الأمر. شكرا لك سيد غزوان قرنفل، كنت معنا عبر سكايب رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار.